اهلا بكم من جديد، بيسعدني ان يرافقني في هذه الفقره نجمنا الكابتن سيد معوض محلل قناه اي تي سي. كابتن سيد مساء الفل، مساء الفل يا استاذ شباني، ايه منورنا. الاخبار؟ ربنا يخليك. وزميلنا الناقد الرياضي الجميل الاستاذ بليغ ابو عايد. ازيك يا استاذ اهلا بليغ؟ بيك استاذ محمد، ربنا يعزك. منورنا. الله يحفظك يا رب، الله يخليك. اهلا بيك. دلوقتي ابدا بالكابتن سيد. ليه الناس، يعني انا في بدايه الحلقه، بعيد عن الاداء والفنيات والتعادل والكلام ده، طبعا التعادل في توقيت زي ده يعني بيؤثر على مشوار، لان انت في اخر خطوات او في الاخر 6 7 ماتشات كل نقطه لها ثمنها. لكن في نفس الوقت اما حسبنا الحسبه قلنا لسه الاهلي منافس على اللقب. يعني ليه الناس عندها احساس برمي الفوط؟ انا قلت لو حصل انه، وده وارد، يعني بكره ماتش الزمالك وبيراميدز في 50-50، فرقتين كبار والفرقتين فنيا حتى على مستوى عالي، ومحدش يقدر يقول مين هيكسب المباراه، يعني محدش حاسم المباراه. فقلت لو بيراميدز عملها وكسب الزمالك وفرق ماتشين عن الاهلي كل فرقه، هيبقى الزمالك 63 نقطه وفق الجدول اللي عندي اهو. بيراميدز هيكسب يبقى 3 بونت يضافوا ل 59 يبقى 62 نقطه، والاهلي عنده ماتشين فرق مع فاركو ثم الاسماعيلي، لو كسبهم 6 بونت على ال 55 يبقى 61 نقطه. لو قلنا بقى ال 28 مباراه الثلاثه فيبقى 63 62 61، يعني هيظل الاهلي برضو ولسه 6 جولات منافس قوي. ليه الناس عندها احساس ان الفوطه بتترمي؟ يعني ليه؟ اللي انت بتقوله ده على الورق، انما الواقعي اللي وصل للناس الرساله دي حاله النادي الاهلي، حاله فرقه النادي الاهلي. مش المشكله دلوقتي في نادي الزمالك او بيراميدز او نتائجهم، المشكله في نتائج النادي الاهلي او في اداء النادي الاهلي. مش مديك، الناس بدات تيجي لها الاحساس ده من مش امتى؟ مديلك الثقه. من بعد 3 4 مباريات، مش من اول مباراه تعادل فيها مثلا النادي الاهلي فقال لك لا خلاص كده الموضوع قرب ينتهي. انما انت كل مباراه بتزود لك الاحساس ده، بس بتوصل بعد لك ماتش الاحساس امبارح ده. تحديدا الناس حتى على السوشيال ميديا، الجماهير او اللي ما بتقابل حد، يقول لك خلاص الدوري راح. هو ما راحش، لا هو ما راحش على الورق، بس على اداء النادي الاهلي وعلى نتائج النادي الاهلي في الفتره الاخيره وفي الماتشات الاخيره كلها، لا هو راح. يعني هنتكلم واقعيا. طب هل اداء النادي الاهلي ما تحسنش شويه عن الفتره اللي قبل لا كده؟ ده بالعكس، ده اداء النادي الاهلي بيزداد سوءا. ده يعني الناس شايفه ان في روح اكتر امبارح، ان كان في امبارح الاهلي كان بيسيطر اكتر، ضيع فرص اكتر عن الماتشات اللي قبليها. لا مش اصل انت برضو ما تقارنش باللي قبله، يعني ما تقارنوش بالوحش. يعني قارنوا بالحاله الطبيعيه بتاع النادي الاهلي، ما تقارنوش بحاجه وحشه. يعني انت مثلا تديني 2 من 10 واما تيجي تديني 4 من 10 هقول لك انت كده بقيت تمام؟ لا لا انت مش طبعا. تمام برضو، انت لسه في حالتك اللي هي مش طبيعيه. لا اداء النادي الاهلي بعيد تماما، حتى مباراه يعني النادي الاهلي مستحوذ جاله فرص، انما النتيجه اجمالا جوه الملعب حاله اللعيبه حتى هي مش رايحه للافضل، يعني هي برضو مش طبعا. مستمره في الناحيه طب انا البدنيه. هسأل حضرتك على تصريح سواريز، ولانه تصريح محتاج حد فني قوي يجاوبني عليه، بس خلينا ناخد بليغ الاول. امبارح الفوز مش بس كان مهم للاهلي عشان خاطر، وبرضه قلنا ده في بدايه الحلقه، عشان خاطر عايز اعرف رايك، يعني انه هو بس هينافس على الدوري او يظل مستمر في المنافسه على الدوري، لكن في كلام قبلها اتقال انه بيراميدز اشتكى في الاتحاد الافريقي على قصه الاهلي، انتوا انا مش التالت انا التاني والزمالك الاول، من حق انا اللي اشترك في دوري الابطال. وفعلا الاتحاد الافريقي من كام يوم بعت يستفسر من الاتحاد المصري رسمي، بيقول له ايه المعطيات اللي انت بنيت عليها. طبعا لما حد بيشتكي انت بتبقى عايز تعرف ايه اللي حصل، يعني عشان ترد على الشاكي. فالكلام انه امبارح فوز الاهلي واتقال كده للعيبه هتقفل حتى باب المزايده عليك، لانه لو الاهلي امبارح كان كسب كان لعب 26 مباراه محقق فيهم 57 بونت مثلا يعني، وكان هيتشال الماتش بتاع بيراميدز اللي هو في الاسبوع المؤجل ليه، ماتش الاهلي والاسماعيلي 3 بونت بتوع المقصه، هينزل بيراميدز ل 56 نقطه. ما انت قفلت حتى الباب البايخ ده، ورغم كده اللعيبه ما كانوش قد المسؤوليه دي كمان حتى بحته الصغيره دي. انت شايف ان الموضوع ده ممكن يتفجر اكتر من كده؟ يعني ممكن نتفاجئ انه الاهلي يحصل تراجع والاهلي يلعب في الكونفدراليه وبيراميدز يلعب في دوري الابطال؟ هل الاتحاد الافريقي ممكن يبقى ليه السلطه دي ولا صعب؟ بص انت بتتكلم، انا اسف قبل ما تجاوب، انت بتتكلم ان بيراميدز عنده منطق. تمام. يعني بيراميدز هو بيتكلم حتى وبيشكو، والكابتن هاني سعيد اتكلم، خد بالك ما اتكلمش غير بعد ماتش الاهلي امبارح خلاص.
فهو عنده منطق لما تسمعه مقنع. تمام. ان انا 31 يوليو وانا اكتر في النقط، حتى لو شلت مني الثلاثه بونت اللي انت بتقولها للاهلي في نفس الاسبوع، انا برضه اكتر من الاهلي. اتفضل. بص يا استاذ محمد، اتحاد الكوره عامل زي جراب الحاوي، عاوز منه اي حل هتلقى. اوكي. عاوز تطبق ده فيلم الساحر. ما انا بقول محمود عبد العزيز، عاوز تطبق اللي موجود، اي حاجه عندي موجود يا باشا، طلبك موجود. تمام. عاوز تقول لائحه رابطه الانديه، تاخد رابطه الانديه تقول لك لائحه رابطه الانديه بتقول، بتنص على انه لحين توقف المسابقه، يعني اليوم 31. لا يا بتبدا باشا. بتبدا ده ما عندهاش اصلا بند. لا موجود بخصوص القصه دي، موجود اللي هو في حاله توقف الدوري، ده في بنود، ده لتحديد البطل. ايوه. وبرضه ما فيهوش حاجه انا بديك. انا شفت لائحه الانديه راجعتها، ما فيهوش حاجه خاصه بالمشاركات الافريقيه، فتحول الموضوع لحق اصيل للمجلس. طيب. حتى على الاتحاد عشان كده هم في المجلس اخذوا قرار مش لائحه. ما هو بس لا، كان في لائحه الاول اللي هي طبقت السنه اللي فاتت، اتلغت. ما هو دي لا، القرار ما يلغيش لائحه يا استاذ محمد، قبلها تيجي يوم مش موجوده في اللائحه، في نهايه شهر 6 وتعمل قرار. انت كانت السنه يعني اقصد ان هم لغوا كلمه الجداره الرياضي، كل الكلام ده اتلغى. كانت اللائحه اللي هو الاولانيه بتنص على ان هو لحين انتهاء المده بتقيم، هو زي اللي حصل السنه اللي فاتت. طيب خدت بدي، فيبقى زي ما حسبت حضرتك بالنقط، برضو هيبقى سواء شلت المباراه او خدت بالجداره الرياضيه اي حاجه، هو بيراميدز خلاص يعني. ما ده مش في اللائحه يعني. بكل ما انا لا، فموجود في لائحه اتحاد الكوره. مش في موجود في اللائحه اللي تم تعديلها بالقرار. لا مش موجود. لا موجود يا استاذ محمد، بعد اذنك نبقى نراجعها مع بعض. اراهن؟ اراهن موجوده كيه. وتم تعديل. طب على كام متدخل معانا كابتن؟ خلاص العشر اللي يرزقه بقى، اللي بيحضر الاسم بيقتسم. العشر اللي مأجل اللي عندك ده هتنزل. انا مش اديتك عصير. خلاص يبقى فعلا ده عصير. اصل انا كنت مراهن بليء، انا كل مراهن حد اخسر. انا عبيت عامل زيك. فبقول لك لو طبق الجزئيه دي فبيراميدز هو اللي من حقه، لان هو ده لو رجع مثلا للائحه الاتحاد الافريقي اللي هو مثلا بيقول لك اللي هو المصري بيطالب بها، ما هو المصري كمان طرف دلوقتي. قال لك انا عايز السنه اللي فاتت. لا ما انا عاوز العب على السنه اللي فاتت بما ان الموسم ما خلصش. يبقى اديني السنه اللي فاتت. ده معيار من معايير الاتحاد الافريقي. فانا بقول لك كل حاجه محتاجه انت هتلقى. طب جراب الحاوي قال لك عاوز النادي الاهلي هتلقى له، ان هو القرار اللي هو الاخير ده. طب جراب الحاوي قال لك، بما ان انت سميت اتحاد الكوره جراب الحاوي، جراب الحاوي رد قال لك انه احنا اللي بناخد القرار، المعيار احنا اللي بنطبقه، الاتحاد الافريقي فقط بيستفسر عن المعيار. تمام. واحنا هنقول له المعيار خدناه كذا كذا، احنا خدنا بيه قرار مجلس اداره. هل الاتحاد الافريقي، ده سؤالي بقى، ممكن يجبر الاتحاد المصري على تغيير الانديه، ولا فقط هو الاتحاد هيختاره فهياخد كلام الاتحاد المصري وخلاص؟ لا هو بص برضه هياخد بكلام الاتحاد المصري، بس في جزئيه. انت النهارده المنطق برضه يا استاذ محمد، انت النهارده مديت لي لحد نهايه 7، انا استفدت من الشهر ده. دلوقتي جدول الدوري اتغير راسا على عقب، الاهلي تراجع وبيراميدز تقدم هو والزمالك. طب انت على اي اساس اديت الشهر المهله ده؟ استفدت بيه ايه يعني؟ هو انت ليه قفلت؟ خد بالك انا عايز اقول لك مفاجاه. ده النهارده طلع الجيش بقى، انا 31 اخر يوم في الشهر. طلع الجيش كسب الاتحاد. انت عندك الجدول قدامك؟ لا انا عندي الترتيب. طلع الجيش الرابع. يعني حتى فيوتشر وفق الشكوى بتاعت بيراميدز تنطبق على هو كده. اصبح طلع الجيش بمنطق بيراميدز، ومفروض هو اللي من حقه. حضرتك انت مفروض صح ولا غلط؟ اخر يوم 31 بكره هتبعت الجواب. اتحاد الكوره هيستقبل منك بكره، الاتحاد الافريقي هيستقبل منك. احنا قدامنا الجدول على الشاشه عشان الناس برضه تشوف ان فيوتشر مش الرابع النهارده اخر يوم زي ما بيقول الاستاذ بليغ. اخر يوم في الشهر في المهله اللي حدده الاتحاد الافريقي، فيوتشر في اخر يوم فقد المركز الرابع، وبيراميدز في اخر يوم اصبح الثاني رسمي بعدد المباريات مع الاهلي. انت عندك 7 جولات. يعني انا لا اتحدث عن الاهلي وبيراميدز، انا بتحدث على منطق اتحاد الكوره اللي هو انت بتتكلم على المهله كانت 31/7. 31 ايه اللي انت قبلها بشهر حسم؟ طب ايه فايده المهله والاستفاده منها؟ فكره انت دلوقتي المصري طرف في الصراع، فكره انه مفيش حاجه يا استاذ محمد واضحه، كل واحد بيفسر على وجهه نظره ورؤيته. طب ايه السيناريو اللي هيحصل في جراب اتحاد الكوره؟ اللي حاصل في جزئيه في الاتحاد الافريقي، هل الاتحاد الافريقي هيبقى فيه، وده منطق بعيد شويه بس مطروح، هل يكون لسه موضوع برضو الاهلي لما الاهلي هاجمه في البطوله الافريقيه انه الاتحاد الافريقي يدخل؟ لانه خلي بالك حضرتك، هو المفروض بيراميدز ما يلجاش للاتحاد الافريقي، يلجا لمركز التسويه والتحكيم وبعد كده المحكمه الرياضيه، ليس لجوء. فالاتحاد الافريقي انه يبعت جواب يستفسر، فهل ممكن الاتحاد الافريقي هيدخل نفسه كغلاس على النادي الاهلي عشان الموقف اللي حصل، يتدخل ان هو مش من حقه يبعت جواب اساسا؟ يقول لك ده شان داخلي، بس ارساله جواب الاستفسار عن الامر
ده يثير كلام ان هو هل ممكن الاتحاد الافريقي يتدخل؟ فسرتها بمنطق ايه؟ المؤسسات الكبيره لما بتبعت شكوى بيبعت يستفسر عشان يبعت رد للشاكي، تمام، مش عشان يتدخل جراحيا في العمليه. يعني هو ساب العمليه للجراب الحالي. حضرتك في حاجه واضحه يعني دلوقتي زي ما مثلا في امر لما كان الاهلي اشتكى في حاجات بتبقى امور داخليه، فخلاص الاتحاد الافريقي من الاول لازم يكون حاسم في النقطه دي. هل الاتحاد الافريقي ممكن يكون ما احنا بنتعامل مع الاتحاد الافريقي برضه ان هو زي الاتحاد الدولي والاوروبي بقاط يعني مواعيده وقراراته صارمه برضه، ما هو يويو برضه. لا طبعا، ما انا بقول لحضرتك ما عنده جراب حاول برضه، هو في جزئيه يعني في جراب حاول في الاتحاد الافريقي برضه في كل مكان. ما انا بقول لك اهو ممكن هل الاتحاد الافريقي يتدخل في وضيف افتراضيه افتراضيه بعيد. طب الاتحاد الكوره دلوقتي لقى فرصه ذهبيه ان هو صالح النادي الاهلي، علما بان انا يعني انا بستفسر بس الفتره اللي فاتت دي كانت وحاله الغضب والنادي الاهلي بيشتكى ولازم يطالب اتحاد الكوره. ايه اللي حصل في اتحاد الكوره في بعد ما لجنه الشفافيه بتاعه الوزاره ادانت ولا حاجه؟ احنا هيصنا شويه على التلفزيون فخلاص الموضوع اتنسى. فالاتحاد دلوقتي الاتحاد الكوره دلوقتي بيتكلم بصدري بقى مفتوح، لا انا هطبق القرار اللي انا اخدته وخده في شهر 6. يعني حضرتك اللوائح دايما بتنص على انه ما يبدا عليه الموسم ينتهي عليه، فانت ما بتجيش بتفصل الطريق. طب انا هسالك سؤال، طبقت السنه اللي فاتت حاجه والسنه دي بتطبق حاجه. طيب انا هسالك سؤال وهربط، هل ينفع اربط الموقف بتاع الجواب ده اللي جه من الاتحاد الافريقي ومحاوله البعض وبيراميدز قال ده رسمي؟ يعني تصريحات الكابتن هاني سعيد تصريحات رسميه عن نادي بيراميدز مش تكهنات مننا خلاص. طبعا بقى. طبعا هي الرسم النهارده. هل غضب الكابتن محمد بركات اللي اظهره امبارح واللي بيتسرب انه ازاي والتحكيم والماتش والفار وجايبين ناس مش حكام كبار في الفار، يعني في غضب امبارح اتسرب ان محمد بركات مع مجلس الاداره غضبان جدا، هل له علاقه بالموضوع ده عشان تتقفل ولا لا؟ يعني لا. يعني طب هتجاوبني بعد ما اروح للكابتن سيد بعد اذنك اساله على بارش عمل تصريحين قال لك اللعيبه دي لعبت 10 ماتشات في 30 يوم فبالتالي مش قادرين، وان انا بقعد اغير واعمل حنجل ومنجل. وقال كمان التصريح اللي هو حنجل ومنجل. استاذ محمد ايه قالها ازاي حنجل ومنجل ده؟ عرفتها انت؟ لا ما بعرفش دي من انجليزي. عنده دي من عنده ابداعات. لا ما هو ما بيعرفش انجليزي. هو لو قالها بالبرتغالي احنا بترجم على مزاجه. ما خد بالك هو ما بيعرفش انجليزي والله، خد بالك يعني. وده يعني من حسن الطالع بتاعنا يعني، لا عربي ولا انجليزي ولا اي حاجه. وكان ليه تصريح تاني انا بس بجيبه عشان اقوله بس نصا عشان ما ابقاش انا ايه بفتي يعني. قال لك انا مش ساحر بعد الماتش امبارح ولم استطع تطبيق فلسفتي التدريبيه مع الاهلي. انا لما جبت الاسماء اللي لعبت امبارح سالت سؤال بريء، انت عارف انا كل اسئلتي بريئه يعني عمري ما كنت خبيث او مكار في اسئلتي. انت مالك بتقول اه كده بسمع للاخر. سالت سؤال قلت يا جماعه انا موافق، هل لويس ميكيسوني لعب ال 10 ماتشات في ال 30 يوم؟ هل احمد عبد القادر لعب ال 10 ماتشات في ال 30 يوم؟ هل صلاح محسن لعب ال 10 ماتشات؟ هل كريم فؤاد لعب ال 10 ماتشات؟ هل علي معلول نفسه لانه اتصاب فتره لعب ال 10 ماتشات؟ هل محمود متولي لعب ال 10؟ هل رامي ربيعه لعب ال 10 ماتشات؟ هل ايمن؟ انا استثنيت الشناوي فقط، حتى ايمن مش موجود في التشكيله امبارح الاساسيه. يعني كده كده يعني انا بتكلم عن اللعيبه كلها. يعني مفيش لعيب وحمدي وحمدي فتحي حتى ما لعبش ال 10 ماتشات في ال 30، لكن برضه قول حمدي عنده خصوصيه في الاجهاد بصراحه. فقلت هل ده تصريح يصدر في تشكيله قدامي؟ مش صحيح يعني. يعني انت بتدي مبرر النهارده للعيب ان مستواه تراجع؟ انت المدير الفني اللي المفترض تعمل لك مليون حساب واللعيب يشوفك كده وانت واقف على الخط يعمل بيبيه يعني. انا اسف يعني، او يعني يتخض ويبقى عامل لك مليون حساب. انت راضي على التصريحات دي؟ هو انا بس هعلق على نقطه القرارات بتاع الانديه اللي هتشارك او مش هتشارك. يعني انا وجهه نظري انا اقول عنوان واحد بس مش عايز ادخل في القصه دي عامه يعني. هو الطبيعي مش عايزين نسمع نادي يعترض بعد الانديه عملته في بدايه الموسم. كل الانديه دي رفضت ان هي تغير شكل الدوري ورفض ان هي تغير نظام الدوري. مزبوط. فما تجيش دلوقتي كل واحد يعترض على مزاجه، لان هو انتوا كلكم اللي رفضتوا وانتوا اللي اصريتوا على الجدول كده واصريتوا ان انتوا تلعبوا الدوري كده. مزبوط. انما اول ما يبدا الدوري نبدا بقى نخش في مشاكل وكل واحد يعترض ونخش في قصص كبيره جدا وهم السبب. يعني بعيدا عن الاتحاد بعيدا عن اي حد، الانديه هي اللي قررت ان هي هتلعب الدوري زي ما هو. حتى انت ما بتفكر تعمل الدوري السنه الجايه بشكل مختلف الانديه كلها هتعترض برضه.
واحنا قلنا عشان الموضوع يمشي صح السنه الجايه لازم هتضحي بموسم. السنه الجايه لو هزرنا فيها هتضحي بموسم. لازم هتضحي انت السنه الجايه لازم هتضحي بموسم بالكره المصريه. ايوه لو ما ضحيتش بموسم انت ضحيت. اقول لك على حاجه، انت ضحيت بها السنه دي. السنه دي عدم صعودك لكاس العالم، خسائر الانديه المصريه في البطولات الافريقيه، كل ده السبب ان انت لعبت الدوري بشكل طبيعي وكميه الماتشات اللي بتتلعب. ده هيرجعنا بقى هنخش على سواريز. بس برضو عايز اوضح نقطه في اطار عشان نقفل الباب بتاع البيراميدز والمشاركات الافريقيه، انه الاتحاد الافريقي ما قالش ان انت يوم 31 يوليو تبعت لي وفق النظام. هو قال عندك مهله لغايه 31 يوليو، يعني لو بعت تاني يوم من قراره ممكن جائز. يعني انت عندك من النهارده من ساعه ما اعلن الاتحاد الافريقي فعندك مهله لغايه 31 يوليو. تبعت بقى يوم 1 يوم 2 يوم 3 يوم 70 لغايه 31 يوليو. ما انت بتدخل في لغط. يعني عشان برضه يبقى الكلام واضح. انا مستفاد. طب ما انا عملت ال 31 ليه يا استاذ محمد؟ لا هو اداك مهله مش ليك لوحدك، هو بيتكلم على كل الاتحادات. طب افرض انا اديتك. عندك انت هو مين محتاج المهله دي غير الاتحاد المصري؟ مين عنده دوري ثاني مكمل غير الاتحاد الصومالي لسه دوره شغال؟ طيب ماشي، انت هتقارن بالاتحاد الصومالي كده تمام؟ والله تعرفش كده؟ لا انا بقول لك خلاص لسه شغال بجد. ما لو انت وصلنا ان احنا نتقارن بالاتحاد الصومالي يبقى كده تمام. والله انا قريت مره في الدوريات اللي خلصت في افريقيا واللي لسه كان في اربع خمس دوريات لسه كنا احنا واتحاد الصومالي كان في دورين مش فاكر كانوا ايه. المشكله بتاعتنا هتفضل مكمله وحتى ملهاش حل الا لو موسم استثنائي ما فيهاش هزار. ده في ناحيه الجداول والمسابقات وكل هتخش على الكواليتي جوه او على الماتشات اللي انت بتشوفها او اي حاجه. خناقتنا كلها تحكيم ومش عارف مين قال ايه ومين عمل ايه ومين ضرب مين مين. انما ككوره ولا الهوا احنا مهتم. كلمش في كوره، ما بندخلش في كوره وما بنشوفش كوره، والموضوع ماشي في سكه مكمله بقى لنا 3 4 شهور في نفس الشكل اللي احنا شايفينه ده من معظم الانديه اللي موجوده يعني بدون استثناء. انت بتتكلم دلوقتي على تصريحات سواريز بعد المباراه. انا كنت معاك الحلقه اللي فاتت واتكلمنا ان هو بيتكلم في نقط اللي هو 10 ماتشات في 30 يوم وحكايه ان انا مش ساحر وان انا مش ساحر ومش هقدر اطبق افكاري. ده طبيعي لان انت ماتشاتك كل 3 ايام، انت تاني يوم اللعيبه بتعمل استشفاء، اليوم اللي قبل المباراه اتمرن خفيف، فانت مش هتعمل حاجه. بس انا اتكلمت في نقطه الناس كلها اتكلمت فيها امبارح، يمكن انا الحلقه اللي فاتت قلتها معاك، هي الكرات الثابته. الكرات الثابته دي عنوان لاي مدرب جديد. يعني دي مش عايزه جهد، دي مش عايزه وقت، مش عايزه اي حاجه، دي امور سهله في الملعب، يعني ممكن تتعمل خلال يوم قبل الماتش. طبيعي جدا ان انت هتمرن اللعيبه عليها. النادي الاهلي شوف عدد الركنيات امبارح اللي جات له، شوف عدد الفاولات القريبه اللي جات له امبارح. كتير جدا ده لغايه اخر ثانيه. يعني الماتش اتقفل بفاول، جالك ثلاث فاولات في اخر ربع ساعه مثلا كلهم اجوان. الطبيعي بتاع لعيبه النادي الاهلي الماتش خلص بفاول قفشه. الماتش اصلا اخر حاجه فيه احداثه فاول من على 18 والاثنين اللي قبله واحد لعبه علي وواحد قفشه برضه. دول في الطبيعي كلها جوان. يعني انت فاهم الركنيات برضو اللي جات للنادي الاهلي عدد كبير جدا، استغلالها قليل جدا. ففي حاجات كده هو بيتكلم في نقط بعضها صح، ان هو ما عندوش الوقت والتوقيت بتاعه صعب جدا، انما في نفس الوقت في حاجات لازم تبان جوه الملعب. وبرضو في نفس الوقت انا لازم ابقى عارف انا جاي وعارف الفرقه اللي معايا، عارف الجدول اللي هلعب بيه، عارف عدد الماتشات اللي اللعيبه لعبتها. انا برضو تغييراتي، يعني انا بغير في الفرقه، انت بتغير اضطراريا دلوقتي، يعني مفيش لعيب بيلعب مكان لعيب الا اضطراريا مش بمزاجه. يعني المدير الفني ما يبقاش عنده رؤيه هيقعد شبانه وسيد واحمد النهارده، حتى اما ريح علي معلول وحمدي فتحي في مباراه سهله جدا راح ملعبهم وبعد كده يشتكي ان هم مجهدين. طب بتلعبهم ليه؟ يعني الطبيعي ان انا بشتكي ان هم مجهدين، جات لي فرصه تجاه ماتش المقص جت انا وكسبان وخلاص وجات لي فرصه ان انا اريحهم اربع خمس ايام. ريحهم، انت اللي نزلتهم، يعني ما كنتش مضطر ان انت تلعبهم اصلا. وبعد كده اقول دول مجاهدين، طب ما انا ساعدت برضو في ان هم الاجهاد ده يظهر عليهم. والنقطه الثانيه، انا دلوقتي الماتشات ماشيه ورا بعض والنتائج سيئه، فهو بقى تحت الضغط. تصريحاته كلها هتلاقي مثلا ايه، الاول اول 3 4 ماتشات مقبوله جدا، الناس واخداها بشكل مستنيه الفرج، والناس واخداها بشكل ايجابي ايجابي ايجابي. اول ما النتائج او من بعد مباراه الزمالك خلاص كلها بقت ماشيه في ناحيه ايه، انت مستني له هيقول ايه، يعني هيقول ايه النهارده عشان انتقده. لانه ده الطبيعي، طالما بتخسر انت تحت الضغط دلوقتي. فهو الطبيعي انه هو لازم ما يتكلمش بالطريقه دي، يعني لازم يغير طريقه كلامه في الناحيه دي، اللي هو انا مش ساحر ما احنا عارفين. بس هو انت وجودك جوه النادي الاهلي هتتحاسب من اول يوم. تخيل لو انت كنت خدت بطوله الكاس ولسه منافس قوي على بطوله الدوري، كنت هتعمل ايه؟ كان هيتقال ده من اعظم المدربين طبعا خلال شهر ونص
خلال شهر ونص خد بطوله وبينافس على البطوله الثانيه، على العكس تماما اللي بيحصل دلوقتي. النقطه الثانيه، انت لازم يبقى عندك رؤيه، يعني الدوري بتاع السنه دي حتى لو ضاع ايه مشروعك بعد كده؟ لازم هو ده اللي تطلع تقوله، هو ده اللي توصله للناس. انا ممكن اقبل منك ان يضيع منك دوري، يضيع منك كاس، بس قول لي بعد كده المشروع بتاعك اللي هتكمل بيه جوه النادي الاهلي السنتين ايه هو؟ ايه اللعيبه اللي انت عندك رؤيه بالنسبه لها ان هي تكون موجوده؟ يعني النهارده مثلا منتخب الشباب بيلعب، باك ليفت بتاعه رأفت خليل، واحد من احسن اللعيبه النهارده، بيلعب منتخب المغرب، لعيب من اللعيبه الكواليتي، لعيب اهلي كواليتي حتى وفي ماتشات الناشئين انا كنت اتفرج عليه كتير جدا. خد بالك شباب يعني عنده 19 20 سنه، ده مواليد 2004، 18 سنه كمان. فلعيب يعني اصلا ممكن تستعين بيه. ما انا بتكلم في كده، يعني الطبيعي بعد بطوله الشباب اللي موجوده في السعوديه دلوقتي، الثلاث او اربع لعيبه اللي موجودين من النادي الاهلي لازم يبقوا موجودين معاك في التمرين، لازم يدخلوا الفرقه. ده الطبيعي ان انا بقى يبقى عندي متابع كل ده المفروض، ويبقى عندي رؤيه لبعد كده. ما هي الرؤيه، انا ممكن هجيب لعيبه من بره محترفين يساعدوا ان يعلوا من مستوى الفرقه، وفي نفس الوقت في ثلاث اربع لعيبه صغيرين لازم يدخلوا الفرقه. ما اقعدش استنى اللعيب يبقى عنده 23 سنه 24 سنه عشان ابدا ادخله. زياد طارق من افضل اللعيبه، بس تخيل لو بيلعب بقاله سنتين ثلاثه جوه الفرقه، كان زمانه دلوقتي عنصر مؤثر جدا. الناحيه البدنيه حتى كانت هتفرق بشكل كبير جدا لو بيتمرن مع الفرقه بقاله سنتين. اللي فارق معاه دلوقتي هو بدنيا اقل شويه، لان هو اتمرن مع الفرقه بقاله ثلاث اربع شهور. فهي النقطة لازم أبقى عارف أو أبين للناس رؤيتي. هل هختم معاك قبل ما أروح لبليغ، هل اللعيبة بإحساس اللاعب سيد معوض عاملة حساب لصوار شوية في الملعب؟ حساب نفسي حتى يعني شخصيته معمل لها 100 حساب من اللعيبة، ولا مش قادر تحكم؟ مش واضحة إذا كان معمول أو مش معمول، بس اللعيبة مش في حالتها. ده العنوان الرئيسي. اللعيبة أصلاً أنت مش شايف لعيب بيقدم لك حتى 50% من مستواه. كل اللعيبة في الفرقة ما بدون استثناء، لعيبة محترفين، لعيبة مصريين، لعيبة دوليين، لعيبة حتى صغيرين داخلين على الفرقة، ما فيش حد بيقدم حاجة، بدليل النتائج خلال الفترة الأخيرة. أنت لما كنت بتلعب ومانويل جوزيه واقف على الخط؟ لا، هي نقطة، وأي مدرب واقف على الخط، انت الطبيعي ان انت لابس تيشيرت بتاع نادي كبير، فبتدافع عنه جوه الملعب وبتدافع عن اسمك، وكمان طالما انت يعني المدير الفني بيساعدك خلاص انت بتنفذ له الرؤيه بتاعته. لما يحس ان انت مستواك راجع، ان انت يعني بتدلع، ان انت مش مستواك كان يعني هي مرحله الدلع دي ما فيش يعني لعيب كوره ما عشتهاش اصلا. يا لعيب كوره لا، اصل هتتدلع كتير قوي دلوقتي، اصل خلي بالك هتتدلع وانت طيب. بتخسر يعني يا تتدلع كتير قوي وازاي يعني مش هديه. انا طيب. ممكن ندخل بس في حاجه صغيره، كنت انت جايب الفيديو اللي هو بتاع قفشه واللعيبه اللي كانت موجودين في الفرح، لان انا في لغط كتير على الموضوع ده. هو طبعا هو طبعا حق اللعيبه ان هي تروح فرح او اي مناسبه، ده حق طبيعي جدا، بس هو في نقطه لازم بين قوسين، بعد ما تقول ان حقهم الطبيعي لازم يبقى في حاجه، لازم اخد بالي التوقيت مهم جدا، ولازم يعني في ظروف، يعني بيبقى عندك مثلا حاجة حزينة شوية، فما بتروح مناسبة بتحاول ما تظهرش. يعني ما تظهرش نفسك، لما فتشنا وسألنا يعني لأن الناس راحت وقت قليل، مكان ما قريب، لا يعني ما عادوش ساعة من 8 ل 9، هو يعاب عليهم حاجة واحدة، أنا ممكن ما تصورش. يعني هو ده مش بإيده بقى، يعني لا دلوقتي الموبايل، لا لا بإيدك، بإيدك. أنا يعني لو هروح أسلم، وبعدين عباس طول طلع لايف فضحك، لا هروح أسلم وآخد جم، يعني أنت فاهمني، لأن برضو لازم صاحبهم. لازم تراعي، لا ما هو صاحبهم، بس أنا في حاجة عندي، أنا لسه ضايع مني بطولة، وفي ناس يعني في ناس ورايا كتير، يعني أنا مش مسؤول مختلف. أنا مش مسؤول عن نفسي، في ناس ورايا كتير، يعني الناس اللي بتشجعني دي انا لازم اكون عارف عامل حسابها دايما. انت كنت مع الاهلي يعلن العقوبه دي؟ لا مش حكايه يعلن او ما يعلنش، انا ما النقطه المواضيع بتكبر، يعني اللعيبه دي هتتحمل نتائج الفتره الجايه. انت فاهم؟ انا هسال نفس السؤال لبليغ. الاول عندنا ثلاث حاجات عايز اسالك فيهم. عندك قصه بركات، هل بركات ساير عشان خاطر برضه محدش يناقشه في القصه بتاعه المشاركات الافريقيه، فيبقى قفل برضه للاهلي القصه دي؟ ما انا ساعات الراجل انا اشتغلت عمل عام، فساعات انت تقوم فاتح موضوع معلي فيه جدا جدا جدا، فتسكت السكه تاني عشان خاطر اقفل الموضوع التاني، بتحصل. تمام. الحاجه الثانيه، انت مع اعلان العقوبه بتاعه اللعيبه؟ تمام. بتاعه الفرع. الحاجه الثالثه، هل
سؤال ممكن يبقى صادم شوية أو ممكن كنا المفروض نأخره شوية، بس بس يعني الـ الـ الواحد دايما يبقى عنده يعني إيه إحساس كده إنه في أسئلة معينة. هل إدارة الأهلي ممكن تندم إن هي سرعت إنها تجيب سوارش دلوقتي؟ هي لسه هتندم؟ ده سؤال متأخر. ده مش بدري، ده سؤال متأخر. لا على اعتبار الدوري شغال والدنيا شغالة. أنا يعني هتبدأ بإيه الأول؟ هبدأ بموضوع اللعيبة. هو الكابتن لسه ان هم راحوا فرح او ما راحوش، قعدوا التسعه ولا ال 11؟ النقاش في ده الناس بتحل، لا هم مشوا تسعه ولا مشوا ال 11، خلفوا القرار ولا ما خلفوش. القصه الاحساس بالمسؤوليه. يعني الناس شعرت انه هي اللعيبه مش حاسه بالمسؤوليه. طب ليه المشكله؟ ده حاجه شخصيه. بص لا مش حاجه شخصيه يا استاذ محمد، كلنا عندنا مناسبات. بس اللي عندك مناسبه، انت النهارده عندك حدث بيبقى شغلك وفي بطوله وفي ناس وفي ملايين وراك مستنياك، فانت بتسيب ده كله وبتظهر في مكان ده. في ناس في الجمهور ما بيرضاش يروح مناسبات عامه، بيبقى يقول لك لا انا متضايق، لا انا والله ما انا خارج من البيت النهارده. فانت احساس بالمسؤوليه، الناس حاسه انه اللعيبه دي مش يعني ايه، يعني انت انا جمهور ودم محروق والبطوله الدوري وده، وانا رايح خارج وخروجه عادي وما عنديش اي مشكله في ده. طيب عملت حتى بعد كده اداؤه في الملعب، لا يعني حتى اللعيب اللي شارك او سواء قفشه ما ظهرش بالمستوى، الناس متكنيه. فالناس بدات تتكلم، لا قفشه وياسر ابراهيم ايمن اشرف ما لعبش، انت مش حاسس، لا انت مش لا يعني الناس اللي محسن وحسن حصلت الناس احساسها لا مش ده اللي انا مستنيه منك. لا فاحساس بالمسؤوليه وان انت في نادي كبير والنادي الاهلي كله ده الجمهور وصل احساس لا انت مش فارق يعني معك. انت مع العقوبه واعلانها طبعا، والنادي الاهلي اتاخر، خلي بال حضرتك فيها. يعني كان المفروض ما استناش ان السوشيال ميديا لما اتكلمت وبدا الجمهور يتفاعل، كان قرار حاسم من اول ملاحظه الموضوع، ما بقاش قرار الاهلي دلوقتي جاي متاخر دايما خدوا عن السوشيال ميديا. هروح لسوارش كده سريعا. سوارش هو من دمر الحلم الاهلاويه او جمهور الاهلي من اول، مش تصريح ليه النهارده، من بعد ماتش الزمالك اول حاجه قال لك لا انا والله لعبت غير مؤهله بدنيا للفوز بالدوري، وكان لسه الدوري قال حتى انا قال بالتحليل الرقمي قال لك احنا مش مهم نكسب بطولات، لا قال بطولات ما هو بطولات، ما هو احنا بنتكلم على كان هي البطوله الاقرب هي كانت الدوري خلاص، كان الكاس راح فانت بتحكي في الدوري. فانت ادالك وانا عقبت مع حضرتك هنا في البرنامج، فانت بتدي لي احساس ان انا خلاص، انا خلاص فقدت البطوله ومبرر زي كده لا. فانا راجل النهارده كل كلمه بتقول لك اللعيبه مش جاهزه بدنيا، اللعيبه مش جاهزه بدنيا. طب ما هو كان موسيماني لما كان بيلعب بيهم محمد والناس كانت معترضه ان موسيماني بيريح اللعيبه، موسيماني بيدي اجازات كتيره، فانت عامل حمل تدريبي. يعني كان موسيماني لما كان بيريح اللعيبه كانت بتلعب، لكن انت جاي دلوقتي اكيد في حاجه غلط في الحمل التدريبي اللي انت بتعمله، لان كل اللعيبه بيحصل عندها اصابات، لعيبه ومريحه. يعني مثلا صلاح محسن، هو صلاح محسن لعب كام ماتش عشان تحصل الاصابه ليه دي من اول مباراه؟ فلا في خطا عندك انت، المستوى المردود الفني ليه مش موجود. انت امبارح بتلعب بفريق قدام المقاولين اللي هو فريق بينافس على الهبوط، بتلعب بثلاثه ورا ليلا، بعد كده ما نزلت قفشه ليلا، غيرت طريقه اللعب، حتى اسلوب اللعب بتاعك حتى ما ظهرتش بصمه زي ما الكابتن سيد قال في كرات الثابته ليك ولا حاجه. لا انا شايف ان هو سوارش بالنسبه له ما يحدث في النادي الاهلي انجاز ليه، وافضل انجاز حققه في المركز الخامس. لما يرجع سوارش اخر السنه دي قول لهم والله ده انا عملت انجاز وخدت المركز الثاني في الدوري المصري وخدت المركز الوصيف او الثالث، هو لغايه الثالث في الدوري. ما انا بقول لك بالنسبه له انجاز، يعني ده بالنسبه هو كان خامس الدوري البرتغالي، ده اكبر انجاز. طبعا ده هو النهارده يعني سوارش من زي ما قلت لك قبل كده من اول يوم جه عمل انجاز حقق المركز. طب ده تحليلك انت، هل انت كصحفي وكجالب للمعلومات هل جوه اداره الاهلي او اداره الكوره في الاهلي وكابتن محمود الخطيب وشركه الكوره وكل الكلام ده، هل عندهم احساس ان هم تسرعوا في فكره سوارش، او كانوا متوقعين النتائج تبقى ايجابيه اكتر، مش نتائج الفرقه، نتائج تصرف سوارش وتدريب سوارش وشخصيه سوارش، طب افضل من كده؟ هو طبعا زي حضرتك قلتها لك انا قبل كده، كان في حاله غضب من رئيس لجنة الكورة، رئيس شركة الكورة، وقال ان هو الكابتن محمود الخطيب تسرع في الإصرار على سوارش. احنا كنا محتاجين مدرب يملك خبرة تليق بنادي الأهلي، اسم كبير نتعاقد معاه، وليس مدرب لسه يعني لسه بيحلم بمشروع، لأن فكرة المشروع ما ينفعش مع الأندية الكبيرة. احنا عندنا لعيبة في مصر تصلح انها تكون لعيبة مدربين مشروع جيدين ويقدروا يحققوا ده. ففي حالة غضب حصلت طبعا، وكان الأستاذ ياسين منصور عبر عنها تماما. وخلي بالك الاتجاه الأقوى ان هو عدم استمرار سوارش الموسم الجاي، محدش يصبر عليه. وحتى الان زي ما حضرتك الموسم الجاي ده بعد شهر، الموسم الجاي يا فندم ايه ده بعد ما انا بقول لحضرتك خلي بال حضرتك دلوقتي شركه الكوره يعني بتتحرك في الصفقات الجديده، وفكره ان هو هياخد رايه اللي هو مش الاساس هو في الاختيارات دلوقتي. ف
ففي حاله غضب، حتى انا قلتها لك، كان الاول مره الكابتن حسن حمدي يعبر عن غضبه من حاله الفريق الكوره، ويتكلم على انه الكابتن محمود الخطيب غير موفق في القرارات الفرديه. الناس بدات تنتقد الكابتن حسام غالي، الناس بدات تقول هو لجنه الكوره بتعمل ايه، كابتن علاء صادق من ساعه ما جه موجود بيعمل ايه. ففي حاله غضب لاول مره تحصل ضد الاداره، مش الفريق بس، لا الناس حاسه انه في مشاكل في الاداره. إيه بس كابتن علاء صادق او حسام غالي او اداء شركه الكوره بشكل عام تقييمه لسه، ده لسه هم لسه مستلمين الجمهور، ان الناس دي كلها بس لسه مستلمين، وهيبان شغلهم في الموسم الجديد، يعني قائمه الموسم الجديد، اللعيبه الجديده اللي هتيجي، والتعاملات اللي هتحصل، والماركتنج، هيبان اداء شركه الكوره. ولسه دلوقتي مستلمين، لسه بتستلم شركه الكوره. كان فكره وتم اعلان عن ان الاستاذ ياسين منصور رئيس لشركه الكوره قبل تاسيسها اساسا، فشركه الكوره ما تقوليش ان حضرتك مش موجوده في الصوره من بدايه قبل الموسم ده. بس هو قال فين كده يا زبالين؟ ايه فاشل؟ الاستاذ ياسين قال فين؟ قال ايه؟ قال رايه. ما قلتلكش من حضرتك تصريح ده، يعني الكلام دي فيه معلومه جت لي انا. والكابتن حسن حمدي هيقول فين؟ لا 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 انا لا، ما هو ممكن يبقى قال في قاعده بتوصل لنا. يعني ممكن انت تبقى قاعد بتتكلم في يعني على ترابيزه في اوتيل. لا الناس دي برضه مش هتتكلم على الكابتن، مش هتتكلم على الكابتن الخطيب. لا يعني ما احنا بنقول لك كمان، بص بص يا كابتن سيد، الكابتن الخطيب ما دي المشكله، الكابتن الخطيب اسطوره وتمام وما فيش حد يختلف عليه، لكن الكابتن الخطيب ليه اخطاء. يعني الناس ممكن يتكلم الكابتن حسن حمدي، ليه ما تتكلمش على الكابتن الخطيب؟ انا بتكلم، الكابتن حسن حمدي ما بيظهرش في الناس دي، الناس دي مش في قاعده تتكلم على الكابتن الخطيب. لا تتكلم يعني، لا ليه ما تتكلمش؟ والكابتن حسن حمدي مش من حقه يتكلم كرئيس نادي الاهلي يذكر الفريق. هو لو قاعد مثلا مع حضرتك، لو قاعد مع حضرتك وفي قاعده، ما عارف ان هي هتتقال. لا مش معايا. عارف مع فلان، ما عارف ان هي هتتقال. هو احنا بنجيب بس، ما عارف ان هي هتتقال. واحنا بنجيب الاخبار بالاعداد اللي احنا طرف فيها، عارف ان هو هيقعد مثلا مع سيد. لا ممكن يبقى سيد ولا بيقول. لا لا بيقعد. لا مش انا مش عاوز اقول لك يعني هو بيصرف على سيد. احنا يا عم مسيطرين على فكره يا كابتن سيد. انا مش عاوز بس اقول لك عشان ما حددلكش المكان عشان القعده تبقى فيه. ما انا قلت، لكن انا اقول لك حاجه. هو انت قلت في جنينه اهو. هو كابتن سيد، هو حضرتك انت دلوقتي لو انتقدت النادي الاهلي النهارده قلت اداء وحش، هل ده يعني انت ما يقللش كابتن ولا تقلل من شان الاهلي؟ وصلوا في خبر الكابتن حسن حمدي بتاريخه العظيم ده، لو ذكرته قلت له ايه رايك في الاهلي؟ هو في الاخر، في الاخر القصد في قعده، فيرد يقول لك ايه؟ في قعده مش هيرد. لا حضرتك، طب حضرتك اسمع مني بقى، اسمع طب مني، انا اسمع مني انا بقى. لا الكابتن حسن حمدي، لا الكابتن حسن دلوقتي مش وانتقد انتقد الكابتن محمود الخطيب والاستاذ ياسين منصور. قال لك انا رئيس شركه الكوره وانا من حقي وفقا لكده انا اللي ادير وانا اللي هبقى عن التعاقدات وسوارش، انا غير راضي عنه. انا بقول لك هو انا مسؤول عن هذا الكلام. طب ايوه بس دي بتبقى وجهات نظر. وارد. لا لا انا بقول لك هو الراجل ده قالها، وارد ان هي. وعلى فكره، وعلى هو فكره هو جاي رئيس لجنه الكوره ليه؟ هو ايه رئيس لجنه الكوره؟ يعني ايه رئيس لجنه الكوره؟ مين رئيس لجنه الكوره؟ رئيس شركه الكوره. يعني ايه شركه الكوره؟ شركه الكوره هي المنوطه باداره الفريق وهي المسؤوله عنه، مش بس الفريق، لا قطاع المنظومه، قطاع الكوره كلها. خد بالك مش يعني ده هو حتى لو اتكلم عن كده فده حقه. لا مش فنيات، اداره هو المنظومة. اداره كره القدم تسويقيا، واداره كره كانتقالات، كبيع لاعبين، كده مش فنيات. عنده بقى ناس فنيين تقول له هات بليغ، هات شبانه، هات سيد. ما هو معاه ناس فنيين في اللجنة. لكن هو مش ياسين منصور اللي هيقول والله انا شايف باك ليفت الفلاني تعال نجيبه، انا شايف الباك. لا هو راجل بيقول له عايزين نتكلم على شركه، عايزين بليغ. هو راجل بيوفر السيوله للناس اللي موجوده، والناس اللي موجوده معاه هي، انا بقول لها هي من لها حق الاداره. على فكره احنا مش مختلفين، لانه في الاخر كلنا مقتنعين بمفهوم اعتقد الكابتن محمود الخطيب ان نتائج التغيير الفني في الجهاز الفني حتى الان لم يسفر عن شيء يقنع الجمهور او المحللين او الناس او حتى اداره الاهلي. هو الاول يعني هو نفسه الكابتن محمود الخطيب نفسه مكتوم ضد الكابتن محمود الخطيب. هو نفسه مشجع في المدرجات بيعاتب الكابتن محمود الخطيب. لا بس انت شفت العتاب، شفنا في النادي، بس انت شفت العتاب مهذب ازاي؟ ما انا بقول لك معتاب، ما انا ما قلتش حاجه، بقول لك عتاب. الخطيب برضه بصراحه يعني لو حد تاني كانت جزمته طايرت. طبعا. طيب انا عاوز اقول لك بس لحظه بس عشان في رهان انت خسرته. هطلع فاصل. هو انت ما فيش فايده فيك يا ابني؟ ما انا هجيب لك اللائحه بتاعت ال، طب هطلع فاصل يمكن ينسى. هطلع نطلع لتقرير الزمالك وبيراميدز بكره، ماتش مهم جدا هنتكلم عليه، وبعدين فاصل سريع كده وارجع اتواصل مع حضراتكم. يعني في حاجه الاول عشان اعرفكم انه السوشيال ميديا تفتكس حاجات عشان ترسخ عند الناس حاجات ربما على الارض الواقع مش موجوده. هي لها بالنسبة لي شيء إيجابي وشيء سلبي، يعني نصب على لساني في السوشيال ميديا حد وتداولوها. وروني كده يا جماعة البوست ده. محمد شبانة،
سيد عبد الحفيظ اقتحم غرفة الفار وضرب الحكام واعتدى عليهم وعلى مسؤوليتي، سوف يتم توقيع عقوبة غليظة عليه من لجنة الحكام. لكن بسأل اتحاد الكورة، مين اللي بيحمي سيد بعد كل التجاوزات دي؟ طبعا انا اساسا اجازة امبارح، ما انا بقول جمعة وسبت اجازة، والماتش كان امبارح، ده نمرة واحد يعني، انا اساسا ما طلعتش امبارح. نمرة اتنين، الجانب السلبي ان السوشيال ميديا بتفتكس حاجات عشان تمرر للناس حاجات، فدايما اقول لكم لا تستقي معلومتك من السوشيال ميديا، استقي معلومتك من الاعلام، لان الاعلامي له مرجع يحاسب عليه، لكن السوشيال ميديا اي حد بيقول اي حاجه. الجانب الايجابي في الموضوع يمكن اختاروني عشان لينا مصداقيه اكيد في بوكس تو بوكس، فيعني عشان يقول ايه ان الكلام ده اكيد مليون في المية صح، فقال لك ايه ان بوكس تو بوكس يعني. انما ده يعني دليل ان هناك اشياء كثيره في السوشيال ميديا، يعني المفترض الناس، انا لا قلت الكلام ده ولا الكابتن سيد عمل كده، يعني الكلام ما يصحش انه يتقال يعني. كابتن سيد، ماتش الزمالك وبيراميدز بكره شايفه ازاي؟ يعني هل فوز الزمالك مفاجاه؟ هل فوز بيراميدز مفاجاه؟ هل التعادل الاقرب؟ انت شايفه ازاي؟ لا، هي الحاله الفنيه قريبه، اذا يمكن بيراميدز افضل شويه خلال الفترات الاخيره بحاله عبد الله وحاله رمضان ومعظم اللعيبه اللي موجودين. معظم اللعيبه الواد اللي في نص الملعب ده توري، انا رهيب. من مباراه النادي الاهلي لما قلت لك انت من ساعه ما قلت انا متابعه كويس جدا. لا يعني لعيب مختلف، لعيب عامل فرق مع مؤثر في نص الملعب بصراحه، من ناحيه الدفاعيه وحتى من ناحيه الهجوميه. انما هي مباراه النادي الاهلي سهلها، سهلها للفرقتين، سهلها للفرقتين بمعنى ايه؟ النتائج النادي الاهلي ادت اريحيه مثلا لنادي الزمالك، نادي الزمالك ما كانش عنده اوبشن الخساره، دلوقتي موجود عادي. يعني ممكن يخسر ويبقى صح. اول الدوري برضو، انما لو كان النادي الاهلي وراه كان نادي الزمالك كانت الموضوع هيبقى صعب، ومباراه بكره طبعا كان هيبقى الهزيمه نفسها هترجعه للمركز الثاني. نتائج النادي الاهلي ساعدت ان الزمالك عنده اريحيه، بيلعب على فرصتين او ثلاث فرص كمان بالنسبه له، مكسبه يقربه بنسبه 70 80% من بطوله الدوري بشكل رسمي. ده فوز الزمالك، فوز الزمالك. التعادل هيخلي الامور زي ما يبقى هي، يبقى الحاله على ما هو عليه. حتى هزيمته برضه هو هيفضل متصدر، متصدر بس الدوري، بس الدنيا بتقرب جدا، الدنيا بتقرب بين الثلاثة، وفوز الزمالك فوز بيراميدز هيبقى معتمد على نفسه، اللي هو انا اكسب ماتشاتي خدت الدوري. فهي دي النقطة. بس فوز بيراميدز بصالح الاهلي كمان، بصالح الاهلي، بس يعني المنافسة كلها هتبقى، يعني لو بيراميدز كسب هيبقى المنافسة ثلاثية بس كلها هتبقى في ايد نادي الزمالك. يعني نادي الزمالك هيبقى عنده لو كسب ماتشاته خلاص، كسب ماتشاته بدون بغض النظر عن النتائج التانية. بس خد بالك بقى، ست ماتشات ومش سهلين يا كابتن سيد. لو انا قلت لك الماتشات الستة اللي باقية للزمالك وبيراميدز الأخيرة، هو كان كل ماتشاته، انت عندك الجونة، مصر المقصة، فاركو، يعني الجونة في الجونة مش سهل، لا الجونة أقل من ماتشين فيوتشر وبيراميدز. فهو لو كسب بيراميدز فهو كده بالنسبة له الماتشين دول الست نقاط دول. بقول لك استر النهارده، استر النهارده الماتش مضمون للاهلي، ما كناش حاسبينه في الماتشات القويه للاهلي. استر النهارده كسب الاتحاد السكندري، ما تعادلش مع المقاولين عشان قوه المباراه، عشان حاله لعيبه النادي الاهلي بس. انت عارف استر اخر ست ماتشات كسبان اربع ماتشات، ماشي كويس جدا. ده غريبه، ده علي عبد العال عامل يا جماعه، لو قعد في الدوري يبقى عمل انجاز، ده هو خرج من الثلاثه اللي تحت، لو قعد في الدوري في النهايه يبقى عمل انجاز غير طبيعي. انت عارف ان اول مره السنه دي من بدايه المسابقه يخرج من الثلاثه اللي تحت، طبعا بقى في المركز ال15 وكسبان اربع ماتشات من ستة. لا وكسبان فرق كويسه يعني. النهارده الاتحاد يعني بيكسب طلع الجيش لا النهارده كسب الاتحاد السكندري، لا النهارده كسبان مين؟ سيراميكا، سيراميكا كليوباترا. انا اسف فهو الطلع اللي كسب الاتحاد يعني نتائجه جيده جدا، فرقه قويه جدا، نتائجه كويسه جدا. انا بقول لك لو قعد في الدوري ده يعني اقصد ان مبقاش فكره ان الماتشات يعني يعني خليني اقول لك اخر ست ماتشات للزمالك، حتى لو كسب بيراميدز عنده الجونه، مصر المقاصه، فاركو، الاتحاد، المصري، استر، الاتحاد والمصري واسم، ماتشات مش سهله. بيراميدز نفسه اخر ست ماتشات ليه بعد ماتش الزمالك، المقاولين العرب بيتنشا على نقطه دلوقتي، عنده غزل المحله برضه ظروفه بدات تبقى صعبه لانه نزل للمركز ال 13، عنده سموحه، فيوتشر، سيراميكا، الجونه، يعني ماتشات بما فيها الاهلي اخر ست ماتشات. لو بيراميدز والزمالك في نفس الحاله الفنيه اللي كانوا فيها اخر ثلاث ماتشات يكسب اي حد، هيكسبوا الفرقين تمام. لكن انت مش قادر تحكم اقرب لمين المباراه. لا يعني باخر ثلاث ماتشات لو بيراميدز بنفس الاداء اللي اداه هيكسب بكره. طب ما تيجي قبل ما اروح لبليغ اقول لك القوائم بتاعت الفرقتين.
معاكم القايمه؟ معاك بليغ القايمه بتاعت الفرقتين؟ طب خليني اقول لكم قايمه الزمالك: محمد عواد ومحمد نديم في حراسه المرمى، الدفاع محمود علاء، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، وفوت عبد الغني نقله نص الملعب بقى خلاص، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعه، محمد عبد الشافي، احمد فتوح، حمزه المسلوسي، حازم امام نص الملعب، امام عاشور، اسلام جابر، محمد اشرف، روقه، يوسف اوباما، شيكابالا، احمد سيد، زيزو، ايمن حفني قدام، سيد عبد الله، نيمار، سيف الجزيري، يوسف اسامه، نبيه. دي القايمه بتاعت نادي الزمالك. قايمه بيراميدز: احمد الشناوي، شريف اكرامي، يوسف نادر، عندك اسامه جلال، علي جبر، احمد سامي، محمد حمدي، حسين السيد، عمر جابر، احمد توفيق، نص الملعب نبيل عماد دونجا، توريه، اسلام عيسى، وليد الكارتي، محمود صابر، لعيب كويس قوي محمود صابر ده، ابراهيم عادل، رمضان صبحي، عبد الله السعيد، اريك تراوري، دودو الجباس، فخري لاكاي، وفخر الدين بن يوسف. لو قلت لك توقع لي تشكيله الزمالك وبليغ يقول لي تشكيله بيراميدز، انا اقول لك الزمالك. مش عايز تقول بيراميدز؟ لا، والزمالك ما بيعملش التغييرات الكبيره يعني معظم الوقت. يعني انت قلت هي النقطه الايجابيه وماشيه بشكل كويس في اخر ماتشين او اخر ثلاثه، نقطه عبد الغني اما اتحط في نص الملعب والراجل انا فرق راجل شغال مكانه تاني، والراجل راهن عليه، فرقت بشكل كبير. فرقت من الناحيه الدفاعيه ان هو بقى قدام الاثنين المدافعين، هو اوريدي مدافع، وهو اوريدي مدافع. والنقطه الثانيه برضو ان هي ظهرت لنا عبد الغني وهو الراجل بيباصي كويس، يعني دي ما كانتش واضحه وهو مدافع كويس. يعني ما كانتش باينه قوي، انما هو بيسلم في الرجل وبيقطع بشكل كويس. فدي متطلبات المركز. اتوقع انه مش هيغير المكان ده؟ لا ما اعتقدش، لان هي فهي بكره نقطته بقى في ناحيه عبد الله. يعني عبد الله هيكون موجود فين؟ يعني خلي بالك عبد الغني هيبقى نص الملعب ولا هيلعب على الطرف ولا هيلعب فين؟ فهي النقطه. انا اعتقد ان بكره لو الزمالك عايز يكسب لازم عنصر رئيسي ان عبد الله ما يستلمش براحته. ما يستلمش براحته. هي ميزه عبد الله ايه؟ اول ما حط له مين عبد الله بكره؟ مش حط له مين، اقرب واحد او اقرب اتنين لعيبه بيضغطوا عليه، لان عبد الله هي الميزه الكبيره لو استلم وهو فاضي. هو عنده رؤيه كويسه جدا، بيعرف يعمل الباص الطويل، الباص القصير، راجل بيتحرك في ظهر الناس معظم الوقت، في ظهر لعيبه نص الملعب. فعبد الله من العناصر المؤثره. عبد الله بكره لو ما خدش الحريه دي هيفرق مع نادي الزمالك. نادي الزمالك هيبقى عنده افضليه كبيره جدا. طيب نناوش مع بليغ كده على تشكيله الزمالك. هو انا بس عاوز اقول لك انا متفق مع الكابتن تماما ان هو بكره نقطه المباراه وقوتها في وسط الملعب ومين اللي هيقدر يصنع الفرق. عبد الله السعيد بالفعل لو كان بكره في مستواه مع الكارتن، مع المجموعه المتميزه، مع توريه طبعا، كلهم لو الناس دي فايقه بكره هيبقى الماتش صعب. وخلي بال حضرتك هي ميزه الزمالك ان هو افريرا بيجيد قراءه المباراه وان هو بيغير طريقه اللعب اكتر من مره، ممكن يلعب ب 4 3 3 3 4 3 بيغير طريقه اللعب. فانا اعتقد ان هو بكره هيلعب بالعواد، حسام عبد المجيد، الونش، المسلوس، هيلعب 3 ورا. حسام والونش والمسلوس اللي هم الثلاثه المعتادين اخر ماتشين. تمام. وبعد كده هيبقى نيمار ومحمد عبد الغني وزيزو وعاشور. خلينا نقول طرف فتوح. الشمال. فتوح. يبقى نيمار في اليمين وفتوح في الشمال. الاثنين في نص الملعب. هيلعب بعبد الغني وعاشور وزيزو. انا اعتقد انه هيلعب في نص الملعب. وهيلعب في نيمار وهيبقى ممكن اللي هيبقى في الطرف اللي مع عبد الله جمعه. انا ما اعتقدش انه يبدا بشيكابالا، يعني هيبقى عندنا واحد زياده. لا ما هو عبد الله جمعه لاسلام جابر في الملعب. هيبقى عندنا عبد الغني وامام. تمام كده، وعايزين ثلاثه قدام بقى. ما انا بقول لحضرتك اللي هيبقى انت عندك زيزو ونيمار وشيكابالا والجزيري هو قدام. لا ما هو نيمار خلاص بيلعب تمام متقدم. مين هيبقى ناحيه اليمين على الطرف، ومين هي ناحيه الشمال على الطرف، ومين راس سيف الجزيري راس حرب ما فيهاش كلام. تمام. وزيزو هيلعب ناحيه اليمين اعتقد. مين بقى في الشمال؟ هو دي المشكله. ما انا بقول لك بن شرقي. ما هو بقول لك ممكن هل يوسف اسامه نبيه؟ هل عبد الله الجمعه؟ هل شيكابالا؟ ما هو الثلاثه دول. انا بقول لك شيكابالا يعني صعب يبدا بيه، اعتقد ان هو عبد الله الجمعه هيبقى اقرب واحد ان هو اللي يوسف اسامه كمان؟ انا شايف ان هو افضل، ان هو اللي يعني هيبقى ممكن فيه، الا لو بدا بشيكابالا، بس شيكابالا هيبقى يعني صعب ان هو يبدا بيه. صعب يبدا بيه. كابتن سيد موافق على التشكيل ده؟ لا يعني هو الاقرب هو هيبقى اختلاف في واحد زي ما انت قلت، هي النقطه هيلاعب اوباما ولا هيلاعب شيكابالا. على فكره لسه كلام طلع دلوقتي بيتردد ان ممكن يبدا بكره باوباما. لانه هو خلي بالك هو بامانه حلوله قليله. يعني حلوله عدد اللعيبه المتاحين يعني اوباما يلعب مكان اشرف بن شرقي؟
مش هيلعب يعني، ولا هيلعب ناحيه زيزو، وزيزو يروح ناحيه تانية. هتدي حريه ان هو ممكن يغير مع زيزو، وهتدي حريه. هو مثلا المباراه اللي فاتت عمل ايه؟ امام عاشور راح بيلعب، بس هو ما اتبسطش في الحته دي. يعني واضح من تصريحاته ما اتبسطش. لا وهو الماتش كان مساعده في بدايته ان هو يلعب في الحته دي، انما مباراه بيراميدز هتبقى مختلفه. يعني انا اظن ان هو ممكن هيبقى اقرب اوباما، او اقرب ان هو يزود واحد في نص الملعب اذا كان عبد الله جمعه، ويلعب بثلاثه ويبقى يلعب بالاثنين اللي قدام، يخلي زيزو فري ممكن يتحرك في ظهر الجزيره. زيزو يعني لما يبقى في نص الملعب بيتحرك بيبقى اداؤه افضل زيزو من ان هو بيلعبه على الطرف. حلولك قليله يعني، حلولك قليله. تتوقع يبدا باوباما؟ انا اتوقع ان هو ممكن، مع انه المباراه اللي فاتت يعني الحاجه الوحيده اللي ممكن ما تخلوش ان هو يبدا، ان هو حتى بعد المباراه ما خلصت فورا يعني، اول ما النقل التلفزيوني جاب ان هو كان بيعاتب عليه او بيعاتب عليه على اوباما. يعني هو راح كلمه حتى ولعيبه الزمالك بتحتفل، لان فعلا اوباما من الناس اللي انا شايف ان بقى له مثلا ماتشات كتير مش سبع ثمان ماتشات مش مستوى، كميه فقد للكره بشكل غير طبيعي. يعني ما ينفعش لعيب في نادي كبير بيفقد كميه الكرات دي. يعني الوحيد اللي ما اتطورش مع فرير انا شايف اوباما كلها بصراحه، هجمات اللعيبه مستوى هو اول ما الكره بتوصل له بيفقد الكره. يعني ممكن نادي الزمالك بيهاجم تلاقيك في ثانيه بتدافع. بس هو بعد تمرينه يعني النهارده الزملاء بدات تلمح انه شكل الراجل عايز يبدا باوباما مع زيزو مع الجزيري في الهجوم، ويبقى عبد الله جمعه الدكه مع شيكابالا كاحتياط استراتيجي في المنطقه دي. وممكن يبقى عنده تغيير تاني برضه، انه ممكن برضه يجي فجاه يقوم بيطلع امام عاشور في الحته دي، تغيير داخلي بقى، ويقوم مرجع مثلا يعني يعمل على حسب مجريات الملعب. هو حسب مجريات في الملعب يعني، هو بيبقى ليه اكتر من رؤيه في الملعب. بس هو ماتش صعب على نادي الزمالك يعني، ماتش صعب لان جاهزيه لعيبه. طب اقول لكم انا تشكيله بيراميدز ولا تقولوها انتوا؟ قول عادي اتفضل، اديني فرصتك انت قول بقى. مش معقول يا جماعه انا قاعد يعني محقد عليكم جدا. احمد الشناوي في حراسه المرمى، قلب الدفاع اسامه جلال وعلي جبر. يعني انت لو ليك راي تاني او انت ليك راي تاني يا بريغ قول لي. تمام. هيلعب في اليمين ممكن يبدا باحمد توفيق، في الشمال ممكن حسين السيد طبعا، في قلب نص الملعب هيلعب بتوريه ده اكيد، وليد الكارتي هيلعب بيه وعبد الله السعيد، قدام هيلعب برمضان صبحي، وهيلعب بفخر الدين بن يوسف، وهيلعب باحتمال كبير اسلام عيسى مثلا او فخري لقاي. فخري لقاي هو هيلعب كده، دي التشكيله الاقرب. وهيبقى عنده حلول من بره اي تغيير، عنده حلول كتير بقى. براحته. انت عندك محمد حمدي ناحيه الشمال، عندك عمر جابر ناحيه اليمين، عندك دونجا في نص الملعب، نبيل عماد دونجا، عندك اسلام عيسى برضو طرح موجود معاك، عندك محمود صابر طرح موجود. عندك ابراهيم عادل في القايمه، احنا ما حطيناهوش. في القايمه موجود، موجود في القايمه ابراهيم عادل. يعني ممكن يبدا بيه؟ لا اعتقد ان هو يبقى تغيير، لان هو بقى له فتره غايب، بقى له كام ماتش بعيد، بس موجود في القايمه. اريك تراوري، تراوري تغييره مهمه جدا جدا يعني، بيقلب الماتش. فهو عنده حلول كتيره جدا يعني، ممكن يغير طريقه لعبه، ممكن يغير عدد لعيبه. ف يعني على حسب المباراه يعني، بيراميدز لو بدا بشكل قوي بكره المباراه هتبقى صعبه جدا. انا لازم اختم، بس انا هسال بليغ سؤال قبل ما اختم، عايزين اجابه في دقيقه. عندنا طاقم تحكيم يوناني، محدش خد باله ان المدير الفني لبيراميدز يوناني؟ كل طبعا في يعني سقطه الاتحاد اللي اختار بصراحه ده، لانه مهما كان الطاقم هيبقى كويس، بس السؤال تواجد يوناني، اسمه ايه الحكم يا جماعه؟ مدرب يوناني وحكم سودروبولوس انستيساسيوس. هو انا بص استاذ محمد، هو فكره بس قبل المباراه، لكن انا هي فعلا المباراه دي هتتحسم في الملعب من خلال رؤيه وقدره المدربين على توظيف اوراقهم والواقعيه في اللعب. انا بتكلم يا استاذ بليغ على فكره طبعًا الشفافيه طبعا. يعني مثلا ده الاسماعيلي، ده الاسماعيلي لما بيلعب بيقول لك ما جيبش حكم من الاسماعيليه، صح صح. يعني والمصري لما بيلعب بتقول لو حكم بورسعيدي مش هخليه يحكم. انت حتى على المستوى اول حاجه خلاص يعني قبل ما تبدا اي حاجه حطيت علامه استفهام، قبل ما يعني طبعا. انت هتبقى دي مركزين مع الحكم ان هو يوناني بيجامل بلدياته صح ولا غلط؟ برضه ده اختيار غريب جدا طبعا. اختيار غريب جدا، لكن ما بنقولش انه هيجامل بيراميدز، الاختيار نفسه لازم دايما تبعد عن الشبهه. يا صح ولا غلط؟ صح، اقفل اي باب يجي لك منه اي كلام بمعنى صح. بس هي الخناقه ده حدث تاريخي ان الكابتن سيد اتفق مع الحكم. لا اكيد مش هتفق معاك، انا مش شبهني. انا هو اللي قال بان انت فاكر والله. انا اللي سالني، انا اللي جاوبت. نقر ونقير. احنا كده خلصنا. قبل توقعاتك للنتيجه بسرعه، التعادل. التعادل كابتن سيد، اعتقد بيراميدز اقرب للمكسب، يكسب بيراميدز. دي امنيه ولا توقع؟
ولا اتنين؟ لا الحاله خلال 3 4 الماتشات اللي فاتت بتقول كده، ممكن ظروف المباراه تختلف يعني. الزمالك عنده روح بس بيراميدز فنيا مستقر قوي بصراحه، فنيا مستقر وعنده حلول من بره يعني، ممكن خلال المباراه نفسها يعني. انت بقى يا استاذ محمد، انا ما بحبش استضيفك في الايام اللي فيها توقعات، انت ما تخش تقول لي انت بتطلع غلط. انا عايز اتكلم كوره بجد يعني، انا شايف انا متفق مع كابتن سيد ان بيراميدز اقرب، لان بيراميدز خلاص انا عرفت النتيجه بكره كده، استقرار فني مش قصه يعني. الزمالك عنده روح عاليه جدا الحقيقه، ظاهره فمخبيه شويه ديفوهات في الفرقه، وهي فيها حاجه برضه يا شباب، الكوره ما فيهاش توقعات يعني. صح. الحاله بتاع المباراه صح. نفسها ممكن يعني طبعا. ممكن طبعا يعني حاله صح. وقت المباراه هي اللي بتفرق يعني، ممكن نقول النهارده يعني اي مباراه تاريخيه حصلت في تاريخ مصر مزبوط. لو قلت النتائج صح. العاليه دي وسالت اي حد قبل المباراه عمره ما يقول لك لو قلت مصر واثيوبيا سالت 100 واحد مين هيكسب ولا مصر صح. بس اثيوبيا كسبت قلت ماتش الاهلي والزمالك، على الرؤيه الفنيه وعلى قراءتك للاوراق التوفيق وعدم التوفيق ده بيبقى، انما وقت المباراه نفسه ده حاجه في علم الغيب يعني. تمام استاذ بليغ ابو عادل، انا بشكرك جدا، انا بشكرك ونورتنا ونلتقي ان شاء الله. كابتن سيد معوض شرفتنا ونورتنا، يوم الاربعاء ان شاء الله، يوم الاربعاء نلتقي، يوم ماتش الاهلي وفاركو ان شاء الله باذن الله. احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده، بكره ان شاء الله اذا كان لنا عمر في تمام 11 مساء حلقه جديده من بوكس تو بوكس. الى اللقاء.